شغله ممكن تكون بحق العالم كلياتها، لانه للاسف صرنا عبيد لتليفوناتنا. انت بتستخدم تليفون بالقياده؟ اكيد. شغلي هيك طبعا. انا مره كنت رحت على المسرح، هو على التليفون وعم يبرم وانا عم بقطع، كنت رحت فيها. ما بستعمل لابعت مسجز، بس بستعمل لاسمع موسيقى بس. انا بسوق براسل وكذا، بس غلط، هذا الشيء غلط. يوم من الايام راح يصير حادث من ورا هالسالفه. على طول ماشيه بتكست، على طول بفتح فيسبوك، بفتح انستغرام، على طول، لدرجه ان انا ممكن وانا ماشيه اخبط في حاجه وانا مش واخده بالي. حصلت كتير معايا. مش هيحصل حاجه لما نخلص مشوارنا ونوصل المكان اللي احنا فيه، وبعدين نبتدي نفتح الموبايل. يا سيدي والله بمنع شغله التليفون وهو الواحد سايق. فنصيحتي يعني التليفون يكون يعني بالشارع في جيبي، يكون لما اكون عم سوق بالسياره بحط الداتا اوف.